ليش سويتي هيك؟ تحركي عائشة، إذا وقفتي دراستك كل العذاب اللي تعذبته بيكون راح. شو قومي؟ صباح الخير خالتي. صباح النور. بلال مرق من شوي لهون؟ لا والله، ليش؟ وقت فتت لفيقه ما لقيته، هو ما بيفيق كل هالقد بكير. أمي، أنا رايح جيبها من المشفى. اقعد كلك لقمتين بالأول وبعدين تيسر. لا، خليني روح جيبها، عندي كومة شغل. طيب أنا رايحة معك على المشفى. لا بنت خالتي، ما في داعي، مالك معها. إيه حتى لو رح أجي معك. طيب امشي، ما في مشكلة. ألو، ليكنا جايين على الطريق. يلا امشي بلا ما نتأخر. يلا. ايه روحوا انتو اتنين، شجعوا بعضكن على الشر والأذى لنشوف حريقة اي واحد فيكن يلي رح تكون شاعلة اكتر. يلا يا بنات. صباح الخير ماما. صباح النور. صباح الخير امورنا. حبيبي لسه راسه عم بحكه؟ لا، شفت كيف راحوا بسرعة وخلصت منهم؟ انتي وين رايحة؟ على المشفى بالأول لشوف تسنيم، وبعدين رايحة على الأرض لأسئل ورد. يلا انتوا افطروا وروحوا على المدرسة بسرعة. تمام، تعي يا بطل. عائشة فائت ولا لسه؟ لازم تروحي على المدرسة، بكفي. بلال انت شو عم تقول؟ بيكون الكل سمعوا بالمدرسة بهالقصة، انا كيف بدي طلع بوش الطلاب؟ عائشة، انت ما سويتي شي بخجل، ولهيك انت رح تطلعي فيهم وتحطي عينك بعين الكل. يلا جهزي حالك بسرعة. ست أمينة، معلش ساعدك؟ عم بشتغل، ما في لزوم. نبال لا تفهميني غلط، عدنان إذا شافك عم بتساوي شي رح يعصب عليكي. طيب مثل ما بدك، حط الكاسات على الصينية ليكن بهالدرفة. يعطيكم العافية. الله يقوي لي ياكي. ايه فتون، عاصم عم ينق علي من كم يوم. ليش؟ جواد قال له انه رح يعلمه الكتابة، اذا بتساعديني خلينا ندور له على مدرسة. تمام، لا تشغلي بالك، انا رح حل هالموضوع. رح تطلعي بلا ما تفطري؟ ما جاي على بالي. انا بالاول رايحة على المشفى لزور تسنيم واسأل عليها، وبعدها رايحة على الارض مشان الورد. يلا يعطيكم العافية. فتون خانم، شو قصتها؟ شو صاير معها؟ شو ما صار معها، فتون مرت أخوه لعدنان آغا، خلت الآغا يدور حوالين حاله بجلالة قدره. عدنان ما وقف بوشها. كيف يعني؟ بعدين بحكي لك معنا وقت طويل بلا ما نخلي مرت عمي تستنى. طيب. عدنان، ونحن راجعين فينا نمرق على المخفر شوي؟ وقت كنا بالمشفى نسيت جاكيته للضابط لؤي معي. شو قصته للضابط لؤي عم يلف ويدور حوالينا؟ خير ان شاء الله. انت شو بتقصد بهالحكي؟ لا ما قصدي شي يا بنت خالتي، والله احترت بامري بمين بدي انشغل ولا بمين. بلال، شو عم تساوي هون؟ انا كنت عم دور عليك فوق. امي ليش ما عم تجاوبني؟ شو في؟ ليش واقف عندك؟ انتي ما بدك تفطري؟
وأنا كمان ماني جوعان، مشينا؟ ونحن خلينا نمشي يلا. أنت روح بدي جيب الجاكيت. قدري يا خانم، شو اللي رح يصير قولتك؟ شو قصدك؟ عن شو عم تسأليني؟ تسنيم شلون رح تكون حالتها هلأ؟ بالأول انصدمت بجوزها وبعدين بنتها، واللي بيزعل إنه السبب جوزها، وأنا بصراحة كتير خايفة عليها. وليش خايفة عليها؟ صار الحادث من ورا المكتوب اللي نارين خلصتها إياه. شو الشي اللي جواته يا ترى؟ لأنه تسنيم فقدت بنتها مشانه. ليكي بنتي، وانت كمان صرتي تعرفيها منيح لتسنيم، شو فكرة انه قلبي ما عم يحترق عليها؟ انت عايشة معنا وبتعرفي كل شيء. المكتوب ما في شيء، بس القصة غيرة، ولا تسنيم كانت طالعته وساوت مشكلة؟ نارين قبل ما تجن وتنتحر كتبت كم كلمة. يا بنتي يعني فكري فيها، مين بريد انه كلام مثل هاد ينكشف للكل؟ الشيء اللي عاشته نارين والله ما نو قليل بالمرة، ما تحملت اللي صار وانفجرت من جوا. لأنه خجلانة ولأنه ما بدها هالشي نعرف للكل، أخذت المكتوب وحرقته. عم تقولي هالحكي وبتعرفي إنه مو صحيح أبداً، بس خلص أنا ما عاد أحكي شي عن إذنك. عائشة، شو في؟ شو بدك؟ شو هيك بدنا نضل؟ أنت برأيك كيف لازم نكون؟ قلي شو كنت متوقع؟ متوقع أنه أتصرف كأنه ما صار شيء؟ عائشة أنت بتعرفي أنه مو هاد اللي قصدته. ما بعرف بنوب أنا، وحتى ما عدت عرفت حدا منكم. الحقيقة أنا ما عدت عرفت أختي شو بدها أو أنت شو بدك. الشيء الوحيد اللي بعرفه اللي بدي إياه أنا. تركني بحالي لو سمحت، هي عملت اللي بدكم إياه. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتها. خير؟ شو سبب هالزيارة؟ أنا قبل شوي شفت الدكتور وقال إنه حادث اللي صار معه، بس قلت بجي بشوف تسنيم خانم. أغا إجا رئيس المخفر قبل شوي ودخل على الغرفة، قال بده يشوفها للخانم ويسألها كم سؤال. هي هلأ تعبانة، معلش تاخد إفادتها بغير يوم؟ تسنيم خانم، في حدا حاول يستخدم معك العنف؟ في حدا دفشك ولا أنت وقعتي لوحدك؟ سألتك سؤال وبدي تجاوبيني إذا ممكن. الظاهر أنت ما بدك تجاوبيني. هذا حقك، الوقت مو مناسب للحكي. ما في مشكلة، بيجي بعدين، بركي الوقت بيكون مناسب لشوفك ونحكي بالموضوع. مو ضروري لؤي بيك. ليش يا أغا؟ لأنه ما في شيء ضروري ينحكى. شو أنت ما عندك شيء تعمله غير إزعاجنا؟ الموضوع طفل ما خلق. اسمعني إذا سمحت، أنا من واجبي أسأل وأعرف شو هو الحادث اللي تعرضت له. في شي بدك تقولي لي إياه تسنيم خانم؟ تسنيم خانم، جاوبيني. شو ما بتعرف انه زيارة المريض لازم تكون قصيرة وخفيفة سيادة النقيب؟ معفاية تسنيم خانم،
الله يعافيك. شو لا؟ لأنه الآغا طلبك الليلة شفت حالك؟ أنا إيده اليمين للآغا فهمت؟ وإنت يا دوبك إصبعته الصغيرة، بلا تنسى الآغا عدنان مانو داير عليك. وإذا حطيت هذا الحكي براسك بيكون أحسن، عم تفهم؟ ها؟ شو قلت سمعني؟ بدك تقول أمرك رضا بيك؟ ولك يا حشرة أنا بقطعك مثل الصرصور. لا تواخذني رضا بيك، أنا منرفز وطالع عصبيتي ونازل عندي السكر وعم يضرب على عيوني وصار لي من امبارح بالليل بلا أكل، ولما السكر ما بيكون ظابط ما بعرف شو بعمل. لا تواخذني، أنا ما كنت قصد ساوي فيك هيك. مرة تانية ما تعيدها. حمود الله يا قاسم أفندي، وقول الحمد لله إنه أنا زلمة متفاهم، وإلا أنت بتأمر رضا بيك. عائشة، عائشة وقفي، لوين رايحة؟ ليش هيك عم تساوي؟ أنت أقنعتني لأجي على المدرسة، أختي بتقلي امشي لهون بروح وأنت بتقلي تعي بجي معك، شو هالعيشة؟ هي عم ساوي اللي بدكن إياه. عجبك هيك؟ مو بدكن أجي لهون؟ قلت لك ماني قدرانة أشوف حدا بعد اللي صار معنا، بعدين قلت لك إنه ما بدي أجي بس جبرتني، ليش هيك عم تتصرف وليش ما حدا عم يفهمني بنوب؟ عايدة ليش انت لئيمة؟ مو شايفة المخلوقة وحالتها؟ ايه انا زعلانة على وضعها. عم بحكي جد، مسكينة هي، شو اللي عملته؟ بس ما بعرف، لما بشوف بلال محشور بالزاوية بنبسط باللي عم يصير له، بحس انه عم نخلص تار امي وعم ننتقم للي عملوه فينا هو وعيلته. عائشة إن شاء الله ألف مبروك. ليش؟ اختك عرفت كيف تدخل قصر الشانفاردي وانتي هلأ ضمنتي بلال، صار لكم دار تستندوا عليه. كل اياتكم اتطلعوا لعندي. شوفوا هاي البنت اسمها عائشة، مسكت ايدها مرة وصارت بتخصني. الكل يسمعني لأني ما رح أعيد كلامي. اوعى حدا فيكم يفكر يزعل أو يضايقها بتصرف أو بكلمة، أو إذا حدا جرب يلمح لها مجرد تلميح مين ما كان يكون بقتله بإيدي التنتين. فهم كلامي؟ مشي الحال، سكتوا الكل، ما عاد يصير مثل اللي صار هلأ. خلص بعد اللي صار ما عاد حدا يقدر يحكي أي شي لا بوشي ولا بوشك. تقدر توقف اللي عم يدور براسهم وأفكارهم؟ رح تقدر تمنعها بالله؟ عندك القوة لتعمل هالشي؟ بلال أنت تركتني من قبل، لا تمسك إيدي بعد. أنت ليش عم تمسك إيدي؟ لأنك بتحبني؟ وإذا بتحبني ليش تركتني؟ إذا أنت كنت عم بتحس بالذنب مشان موضوع أختي وعمك، لو سمحت لا تمسك إيدي مرة تانية. إذا الموضوع شفقة لا توقف جنبي.
لو سمحت له أي بيك. منيح إني لحقتك. لا تواخذني مبارح المسا نسيت أعطيك الجاكيت تبعك. تفضل يسلم وبتشكرك. أهلين، أنا بالخدمة. وكنت بدي أقول لك الآغا معصب، لا تواخذه أماني، خسر بنته وكتير مزعوج. ضنا بتعرف غالي. إيه والله غالي، بصراحة أنا مزعوج كتير مشان تسنيم خانو. وعلى فكرة الحوادث بهالفترة كتراني عنكن، يعني إذا في شي لازم أدرى فيه أنا واثق أنك كنتي حكيتي لي، لأنه أنتي أم كمان. أنا ما فهمت قصدك بالضبط، عم تجرني بالحكي هذا اللي بتقصده؟ لا ما قصدت هيك أكيد، بس كنت عم حاول لاقي حديث مشترك بيننا. طيب آسفة، أنا بهاليومين كمان ماني رايقة. يعني أنت هلأ من شوي قلت صاير الوضع بالقصر كتير مكركب. هالقصص ما بتنتهي، معك حات تضايقي أكيد. أنا حاولت نحكي بس بدون ما أتدخل بشي خاص. أنا خجلان منك بسبب اللي قلته. الحمد لله على سلامتها مرة تانية. شكراً، الله يسلمك ويخليك. عن إذنك. ملك، خدي هالمصاري وادفع الفاتورة، وأنا رح أخذ تسنيم على السيارة. لا تطولوا كتير هون، يلا. تمام أخي، أنت تيسر. أغا روح، الله معك، لا تشغل بالك. ملك خانم، خلينا نحل شغلة الفاتورة مشان نمشي. طيب ماشي. ليكي بنت خالتي، انت رجعي مع ملك، عم تدفع الفاتورة وطالعة، انت رجع على المعمل فورا. فتون شبك معصبة وعم يطلع الشرر من عيونك. اللي شو بده يصير لسه؟ عدنان عصب وجن وتسنيم خسرت بنتها بسببه. شو الشيء اللي خلى عدنان يعصب ويتوتر بهالشكل؟ نارين المكتوب رمته بالنار. ممكن تقلي شو السبب اللي بيخليهم يساووا كل هالشيء؟ فتون صدقيني لو كنت بعرف شو في جواته كنت قلت لك وريحتك. طبعا انت كالعاده رح تسكت ورح تقلي لا تزوديها لانه ما في شيء. قصدي انه ما في سر مثل ما انك مفكره يا فتون. فرات انت عم تضحك علي ولا على حالك؟ تمام، بجوز انت ما بتعرف شو اللي كاتبته اختك، بس اصحك تقلي انه ما في شيء مو طبيعي. مو مشكله، اصلا تسنيم رح تقلي بالوقت المناسب. من زمان هالموضوع فلت منا، واجا الوقت لحتى ندفع ثمنه. تعرفي انه كانت حادثة ما هيك؟ انت حطيتي بعلك شغلات غبية وكلها طلعت حكي فاضي. وبدك تروحي لعند هديك المنزعة وتحاكيها وتغيري حكيك. قلي لها انا خطرت لي افكار غريبة لاني غيراني من نبال ومقهورة من وجودها. المكتوب كان فيه وداع لبلال مو اكتر. عم تفهمي علي؟ لك لا تجننيني وجاوبيني. وقدام الضبط لؤي نظراتك وعيونك كانت شاردة، ها؟ ليش ما رديتي وضليتي ساكتة؟ طيب هاي روحتي بنتك. هلا أنا إذا زدتك ببيت أهلك مين رح يمنعني؟ ها؟ عادي تجوزنا وبعدين اطلقنا، يلي إله عندي حاسبني، مين رح يسترجي يحكي أصلاً؟ ما بدك تردي ما هيك؟ إيه، إيه لا تحكي مو مشكلة. من امبارح بالليل ما دقت الأكل، اشتري لك شي صندوش من البوفيه؟ ماني جوعانة، خلينا نروح على البيت. نارين ناطرتنا برا عند الباب، اصلا ما إلي نفس اكل شي بنوب. ايه يلا عادي على راحتك.
زلي زلي قلت لك يلا تحركي راح تحكي غصب عنك. انا قلت لك من شوي انت خلاص خسرتي بنتك، انت زعلت عليكي، بس انت غبيه ما بتعرفي تستغلي هالفرصه. فرصة شو اللي بدك يعني استغلها يا آغا؟ لأنه سكتت هذا هو يلي جننك؟ وقت حكيت ما عجبتك وسكتت ما عجبتك، قلي لشوف شو يلي جننك. اسمعيني منيح، افهمي يلي بدي أقوله. غلطتك بدك تصلحيها، وإلا رح أبعتك تعيشي عند أخوك الأجدب وأبوك المجنون المصيف، والكابوس القديم رح تشوفيه من جديد. شو فهمتي ولا لا؟ لك ليش ساكتة ولا؟ جاوبيني فهمتي؟ يا بنت أحسن لك جاوبيني. طلعي فيي ولي، أنا لو قتلتك بالمسدس ورميتك لتحت بالفرات ما حدا رح يقدر يحاسبني على قتلك. عم تفهمي علي ولا لا؟ لو عن جد بدك تقتلني قوصني بقلبي. أصلاً بفضلك أنت صار في جواتي فراغ كبير، حبي يضرب وقوص قوصني، يلا قوص. صاير معهم شي؟ صار لهم زمان طالعين من المشفى. عدنان ليش لهلأ؟ ليكو جاي على الطريق شوي وبيوصل. نبال ليش ما عم تجي تقعد معنا؟ خجلانة ما عم تطلع من الأوضة. الحق معي يعني من طرف تسنيم ومن طرف نارين. المخلوقة ما عم تعرف بمين بدها تتطلع، يا أما بيتطلعوا عليها بشفقة يا بيتطلعوا بكره وحقد. مو معقول تضل على هالحالة، كلنا رح نتعود على هالعيشة وما في شي منقدر نعمله. مثل ما نحن تقبلناها بهالقصر مجبورة تتقبل تعيش بيناتنا بلا مشاكل. يلا روحي ناديلا. يلا رايحة ناديلا. دكتور قال لي إنه بنتي ما كان مكتمل نموها، وعاصم وضعه معروف للكل، يعني بلال مانو ابنك ولا شي، وأنا اقتنعت حتى إني صرت متأكدة. ولا يهمك، شو بدي أحكي؟ ما رح أقول غير الله يبعث له الصحة لابنك اللي جاي. موسيقى
فرات تطلع عليهم شو صار لهم هدول؟ والله أنا ما بفهم بهي الشغلات، بس بعتقد إنه صاير فيهم مرض. منين إجا هالمرض؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ كيف بدنا نعالجهم؟ ما بعرف، بس أنا عندي صديقة بيفهم بالزراعة، منروح لعند الرجال هو بيقلنا شو نساوي. طيب ماشي، خلينا نروح فورا مشان نجيب لهم دواء. أنا رح جيب شنطتي من جوا. ست أمينة لا تعذبي حالك على الفاضي، ماني طالعة من الأوضة. إذا قلتي ماني طالعة ما بتخلصي، إذا ما طلعتي اليوم بكرة رح تطلعي. مو معقول تقضي حياتك قاعدة لحالك. نبال، أنت ما عندك شي تخجلي منه، مشان مين ساجني حالك هون؟ إذا ضليتي بالأوضة وما طلعتي وقتها رح يقولوا ما لوش تواجهنا لكان. الله يوفقك. بلا بلا طلعتي، اسمعي مني. مرت عمي هي اللي بدها تشوفك، وعم بتقول بلا ما تبقي بالأوضة مثل المحكومين. ما بصير تكسري كلمتها، هي ست الكل. يلا قومي نبال، قومي، الله يرضى عليكي. بلال، ليش وظيفتك مو هون؟ ما عملتها، آسف. لا أنسى، هلأ سلمها، بس كتب عليها اسم عائشة لأنه هي على طول بتنقله. لك أنت شو اللي بتقصده بهالحكي؟ بلال عم يدرس منيح وما في لزوم يتنقل. أصلاً هلأ صرتوا قرايبين وفيك تنقليه على راحتك. لك أنا بوحشيك. بلال، إجيتي يا روحي؟ الحمد لله على سلامتك. تعي أمينة، تعي طلعي معي. أهلا وسهلا تسنيم. البسي شي عليكي ويلا. لوين حنروح؟ على الدكتور النسائي. يلا لا تطولي بسرعة، يلي بقوله بتعملي. شو بلال أفندي عامل لي هون عنتريات؟ نحن وين قاعدين؟ بالأول بتهدد زملائك وقت الفرصة، وبالصف أثناء الحصة بتهاجم رفيقك؟ خليك ساكت، مو باين رح تنحل بهالطريقة. عدنان ابني، ليش كل هالقد تأخرتوا؟ خلصنا الله يخليكي. لك شو صار معكن؟ ما شفت اشتون حالتها؟ نبال يلا خلصينا بقى. ألو، شو في حضرة المدير؟ شو صاير؟ والله عن جد؟ طيب أنا جاي فوراً ورح شوف حضرتك. أهلا وسهلا فيك. شكراً. ملك، اتصل فيني مدير مدرسة بلال وأنا رايحة أشوف شو بده. خبري يا لخالتي شو صار بالله. ماشي، هلأ بقلها. أنا رايحة. يلا لشوف. لك شوفي شو عم يصير معكن، قلي. خلص مو وقته هلا، يلا امشي. الو. ايه مشي الحال رضا بيك؟ Bye.
وينك انت؟ انا قدام البيت يا اغا، وصلت لملك خانم، ونارين خانم راحت على المدرسة لانه اتصل فيها المدير. عال اسمع يلي رح اقلك اياه، بدي تشتري جبنة وعسل وزبدة، احسن شيء واغلى شيء. اصحك تسترخص او حدا يغشك؟ روح على المعمل هلا دغري ليعطيك المحاسب مصاري. يلا. ليش رايحين على الدكتور؟ من شان يصورك ويفحصك. خلينا نطمن على صحته للولد. من كم يوم رحنا على المشفى وطمنوك؟ لا تتدخلي لانه انا هيك بدي، اذا في داعي رح نسكن بالعياده. دكتور قال لي انه بنتي ما كان مكتمل نموها، وعاصم وضعه معروف للكل. شو بدي احكي؟ ما رح اقول غير الله يبعث له الصحه لابنك اللي جاي. اغا تسنيم هلا كيف وضعه؟ كانه تعبانه ومو صحيان ابنه. كان حادث صعب أدرى، شو بعمل؟ عم يساوي خناقات مع رفقاته. ليش؟ شو السبب؟ اليوم سلم وظيفته باسم عائشة مو باسمه. إذا استمر على هالحالة ممكن تكون عقوبته هي الطرد. كل حكيك مفهوم، طردني وخليني روح. شفتي بعيونك نارين خانو؟ لو سمحتي حاكي بركي بيرد عليكي، ما ممكن اتفاهم معه. شبك ابني، كيف تحكي مع مديرك بهالطريقة؟ لا تواخذني يا حضرة المدير، بالفترة الأخيرة صارت معنا ظروف قاسية، أكيد بتكون أثرت عليه. بس أرجع البيت رح حاول نتفاهم. بطلب من حضرتك تمهلني، لا تعمل له عقوبات لو سمحت. آخر إنذار يا خانم، وهالشي مشانك. كلك ذوق، يلا عن إذنك. مع السلامة. شو بدي أقول؟ ليش عم تساوي كل هالخناقات؟ أنت ما كنت تعمل هيك شغلات يا بلال، قلي من وين طلعت بكل هالقصص؟ هي صارت، أنا ما ساويتها، ولا تهاجميني أنت كمان. شو يعني أنت مجبور بعائشة وباللي خلفوها؟ بعدين شوف هي وأختها شو طلع مستواهم. هلأ هذا هو رأيك فيها؟ قلتي لي عائشة بنت مرباية، كيف غيرتي رأيك؟ ايه تغير من اللي شفته، أنا ما كنت بعرف أنه نبال أختها، بس هلأ عرفتهم. على أساس عرفتيهم؟ بلال، أنت من اليوم رح تقطع كل علاقتك بعائشة، عم تفهم علي؟ لا أمي، ما رح أتركها لعائشة، الكل لازم يعرفوا بهالشي. مو وعيان على الأذى اللي عم بيصير لك من وراها لهالمخلوقة؟ لا، في شخص واحد عم يأذيني، على طول عم بيلاحقني وعلى طول عم يستجوبني. شو بدها هديك المرة؟ وين أنت بلال؟ شو عم تعمل؟ ولا تأخذ وتعطي مع أخواتك، حسك عينك تخالف كلام عمك. قلت لي أخواتك لكان؟ أمي الله يخليكي، أنا شو عم أقول وأنت شو عم تقولي؟ ماني طايق حالي، تركيني هلأ. كأنك عايشة بهالدنيا بس مشاني، لاقي لك شغلة تانية تشغلي حالك فيها. إيه مشانك أنا عايشة. مرحبا لؤي بيك. أهلين فرات بيك. مرحبا. أهلا وسهلا. الوردات عندي مرضوا جايين نشتري لهم دواء. يعطيكم العافية، إذا هيك بلا ما أخركم. طيب منشوفك إن شاء الله، مع السلامة. الله يسلمك. يسعد أوقاتك. وأوقاتك سيادة النقيب. ويقديش هدول؟ أنت اعتمد ومن راعيك أكيد. شكرا، أنا سألت فضول بس. يلا سلام. أهلا وسهلا. رح أخذ هاد ماشي. تكرم. تقطع قلبي عليها يا أمي، لو تشوفيها قديش بتزعل. كانت واقفة عم تتطلع من ورا البلور على الأولاد المحطوطين بالحضن. يا الله تصبرها وتعطيها القوة. أنا بعصب من تصرفاتها بس مقهورة عليها. والله تسنيم ما بتستاهل هالشي. وهلأ شو عم تساوي؟ طلعتي لعندها شفتيها؟ أنا قبل شوي طلعت على الغرفة متسطحة على التخت وعم تتطلع لفوق. أمي، أنا ولا مرة شفتها وهي بهالحالة أبدا، بتحسيها كأنه صارت حدا تاني. وضعها كتير صعب، فقدت بنتها المسكينة، تحملت كتير ليجي وقت ولادتها.
يا ربي تعطيها القوة ولا تمتحن لا عدو ولا صديق بدناه. آمين. بيقولوا عن الولد لما أبوه بيتوفى يتيم ويلي بهالدنيا كلها ما له حدا، بيقولوا له مفجوع. الأم يلي فقدت ابنها شو بينقال عنها؟ لا تفكري ما بينقال شيء، لأن خلص انتهت وما إلا وجود، لأنه ما في ولا كلمة خارج توصف إنسان لسه عايش وجواته كل هالقهر الكبير وهالوجع اللي بيموت. خلطوا هالبودرات بخمس لترات مي، وفي عنا مرشات خاصة. فهمت عليك. في عندك حدا يعمل هالشي؟ ايه أنا برش. هي بتعملها؟ والولاد جاهزين للشغل. في عنا هدول المرشات كتير مناح، مريحين بالاستعمال، ومنشان ما حدا ينأذى حطوا كمامات. أكيد. طيب رح ناخد حذرنا. شكرا. نارين خانم. مرحبا. أهلين، شو هالصدفة لؤي بيك؟ كتير منيح إني شفتك هون، لأنه كنت بدي أمرق لعندك. خير إن شاء الله. مو جبتي لحم الضحية لعنا؟ الشباب اللي عندي مشان يتشكروك جابوا لك هالإشارة بهدية، وأنا أجيت لأعطيك إياه. ما تواخذني لأني ما رح أقدر أقبلها، يعني ما كان إلا داعي. الشباب رح يزعلوا هيك، هنن قصدوا يتشكروك فيها لو سمحتي. طيب إذا مصر، يا ريت تشكرهم بالنيابة عني. بس إن شاء الله يعجبك. سلامي للكل. خلاص بيوصل. دكتور، ابني منيح ما هيك؟ ايه هيك الوضع، ولهلأ كل الوضع طبيعي، بس لساته صغير شوي، مستحيل هلأ أعطيك النتيجة النهائية لأنه بكير. شو معنات هالحكي دكتور؟ طلع منيح عليه، طلع، مو كان كل شيء طبيعي هلأ ولا لا؟ أغا اسمعني، شوف كل شيء طبيعي هون لحد هلأ، بس هي مرحلة النمو وهو بعده صغير، وهي الفترة كتير مهمة. ها، ابني منيح يعني؟ ما شاء الله عليك على هالعزم، انتي رح تساوي بهالأرض أحسن وأحلى ورد أسود بالمنطقة كلياتها. انتي ما بتنهاري أبداً؟ لا، إذا ما حدا عم يكذب علي ليش لأنهار؟ يلا خلينا نبلش برش الورد. مو هلأ، رح شوف تسنيم ومرشهم بعدين. ليك كمان، نحن لازم نعمل له شي لعاصي. شو هالشي؟ جواد بيدرسه وبيعلمه، بس نحن لازم ندور على أستاذ مختص يكون بيعرف يتعامل معه. أنت ما بدك تتغيري أبداً؟ مثل ما بدك مندور له. تمام، معناتها أنا بدي روح. ماشي. ما كنت عارفة ليش حبيتك فتون، بس هلأ عرفت لشو. بجوز هذا هو الشيء الصح، إنك تستمر بالحياة وإنه يكون عندك طموح وأمل.
وإنك تواجه الشيء اللي بتخاف منه وتتقبل الواقع مثل ما هو، وما تتخبى وتعمل حالك مالك فهمان اللي صار، وتبذل جهد لحتى تنسى أو تحاول تتناسى، لأنه بجوز هذا هو الصح. وكتير أحيان رغم أنه ما منقدر ننسى اللي فقدناهم بالحياة، بس منتوازن ومنكمل حياتنا وكأنه الشي ما صار، وهالشي لأنه دايما في أمل. ومنيح أنه في أمل.